قال رسول هذه الله قصة حديث صلى الله عليه وسلم، وخذ الحديث الجميل ده بحبه من زمان قوي، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة خطاها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. فاكر إحنا مرة زمان فضل الله عز وجل أن ننفذ الحديث ده، وخرجنا من المعتمدية إلى الشيخ أسامة عبد العظيم في البساتين في الإمام الشافعي، ماشي لحد هناك علشان بس الخطوات دي، كل خطوة بسنة سبحان الله العظيم، ده الخطوات دي ماشي تجيب لها أكثر من 2000 خطوة ولا 10,000 خطوة. فاعملها مرة مرة انك تمشي للمسجد، بس اعمل كلها على بعض، غسل واغتسل. قيل غسل يعني جعل زوجته تغتسل واغتسل هو بنفسه، او غسل رأسه وغتسل وغسل جسمه واغتسل غسل الجمعة كغسله من الجنابة. بكر وابتكر، راح بدري من بعد الفجر. خرج ابن مسعود مرة الى المسجد فوجد 3 سبقوه فبكى وقال وما رابع 4 عن ربه ببعيد. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من ربهم يوم القيامة كمجلسهم من الإمام يوم الجمعة، القريب يبقى قريب والبعيد يبقى بعيد. في ناس النهارده تدخل تقعد جنب الباب عشان اول ما يخلص يخرج بسرعه قبل الزحمه. قرب يا عم الحاج. من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغو، لازم تعملهم كلهم، كان له بكل خطوه خطاها عمل سنه صيامها وقيامها.